هنكلمكم النهارده عن نبات الايرس، وده نبات من النباتات الجميله جدا اللي كانت بتزرع من ايام الفراعنه. يعني انتوا فاكرين ان صناعه ورق البردي والحاجات زي دي، ده نوع من زي الحاجات دي بالظبط بياخدوها. دي الايرس ده بيزرع على الترع وعلى الانهار علشان يديه المنظر الجميل اللي احنا شايفينه بتاع نبات الايرس. النبات ده يعني من نباتات الروعة اللي هي ياخدوا منها الألياف والسيقان بتاعتها ديت، وزي اللي بيعملوا منها أوراق البردي كده، نبات البردي كده، هو زي من الأوراق دي كده اللي بتنمو على الترع والأنهار عندنا. من أيام الفراعنة الحاجات دي موجودة، وزي ما انتم شايفين المية فيها النباتات الجميلة اللي طالعة فيها دي، ودي ما بتنمو، يعني البذور بتاعتها يا دوبك بتلامس الميه وهي بتطلع لي الاوراق الجميله والغابه الجميله من الاوراق دي. كل دي اشجار وحاجات بتنمو على شوف الشجر اللي بينمو على الترع هنا، شجر سمكه قد ايه، وشوفوا التهدم بتاعه. على فكره الحاجات دي مزروعه مش من النهارده، دي بقى لها اكتر من 50 سنه مزروعه هنا. شوفوا سمت الشجرة بقى شكله عامل ازاي، يعني سمتها اكتر داخل على 2 متر، يعني شجر بقى رهيب. كل الشجر المزروع في المكان ده اشجار معمرة جدا، عمرها طويل قوي. شوف عاملين منظر جميل هناك، كوبري جميل هناك فوق البحيرة دي اللي فيها النباتات المائية دي، جميلة جدا ونبات جميل قوي. سهل على فكرة التكاثر بتاع النبات دوت، يعني انا لو اخد اي فرع من النبات دوت اجزقه من تحت، يعني اجزق النبته اخدها ارفعها من التربه، احفر حواليها وارفعها من التربه، واجزق النبته دي اعمل منها عشرات النباتات في اكثر من مكان، وكده ابقى حوطت المكان كله النباتات البخيره بالنبات الجميل دوت. يعني ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ويكون المنظر الجميل بتاع نباتات الايرس والنباتات المائيه اللي موجوده هنا دي كده عجبتكم واستمتعتوا بيها. ودي موجوده في بلدنا، يعني دي نباتات وزرع موجود في بلدنا، يا ريت تستمتعوا بيه وتيجي تشوفوا المناظر الجميله دي ونستمتع بيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.